للحياة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم عيادة الصحة. النهاردة هنتكلم في موضوع مهم جدا ويهم كل السيدات وكل الرجال. النهاردة هنتكلم في موضوع خفيف وهو التجميل. كتير مننا بيحب يكون شكله جميل، وشه جميل، جسمه ممشوق، بس ساعات بيخاف من عمليات التجميل سواء شفطة أو حقن الدهون. يا ترى العمليات دي كويسة؟ يا ترى النتيجة بعد العملية كويسة؟ ما فيهاش أضرار، ما فيهاش مضاعفات؟ في حاجات كتيرة قوي أسئلة في دماغنا، بنقول يا ترى إيه، نعمل ولا ما نعملش، نعمل عملية نقدم عليها ولا لا. الأسئلة دي إن شاء الله النهاردة هيجاوبنا علينا الدكتور الفضيل الدكتور وائل الشاعر، أستاذ جراحة التجميل بكلية الطب جامعة القاهرة. في البداية بنرحب بيك يا دكتور. أهلا يا منى، أهلا بيك. زي ما سمعت كده يا دكتور، كتير قوي من الناس نفسهم يعملوا عمليات التجميل بس بيخافوا من اللي سمعناه ومن اللي شفناه ومن الأضرار اللي ساعات بنشوفها بعد عملية التجميل. صحيح. يا ترى الأجهزة الحديثة أو العلم الحديث بدأ يخلي الحتة دي تضيع شوية، إن إحنا نقدم على العمليات التجميل؟ اولا برحب بحضرتك طبعا، وبشكر حضرتك على الفرصه الجميله ديت، واتمنى ان هم يكونوا فعلا يعني فتره مفيده وخفيفه على الناس. يعني طبعا هو سؤال حضرتك في محله. احنا عندنا طبعا جراحه التجميل ليها ما ليها وعليها ما عليها. في يعني في زي نوع من انواع اللغط وبعض التداخل في المعلومات الخاطئه في جراحه التجميل. هي طبعا جراحه التجميل ده علم وطب زيه زي اي علم، وجراحات التجميل آمنة جدا بنسبة كبيرة جدا لو احنا قارناها ببقية العمليات الجراحية. السبب الأول كده ان مريض التجميل ده مش مريض، هو مريض صحيح. يعني هو جاي يحسن من المظهر او يعدل من عيب خلقي موجود او اصلاح بعض الحوادث. فغالبا بيبقى الشخص ده في يعني في شباب او في صحة بدنية كويسة جدا، وده بيخلي نتيجة العملية عامة كويسة، وبيخلي مخاطر التخدير ومخاطر العملية أقل بكتير قوي من أي عملية تانية جراحية بتتعمل في أي مجال آخر. يعني تمام. دلوقتي يا دكتور، في عمليات اللي هي عملية شفط الدهون وحقن الدهون. احنا عايزين نعرف كده مشاهد، حقن الدهون دي بتبقى في حالات اللي هي حالات الارتخاء أو حالات العجز أو حالات الشد، عايزين نفسر كده إيه حقن الدهون؟ جميل جدا. يعني طبعا هو سؤال جميل جدا، لأن بالذات حقن الدهون هو دلوقتي حاليا يمكن بيمر بمراحل متطورة جدا. هو حقن الدهون ده حاجة موجودة من 100 سنة أو أكتر يعني، بس نظرا لتطور الأجهزة، نظرا لتطور فهمنا إحنا للخلية الدهنية، ربنا سبحانه وتعالى لما خلق الخلايا الدهنية ما خلقهاش كده يعني ما لهاش لازمة أو إن إحنا زعلانين منها أو بتاع، بالعكس دي كنز كبير جدا وده مخزن كبير جدا لخلايا جذعية اللي جروث فاكتورز اللي هي منشطات النمو. فبالتالي هي أصبحت بالنسبة لنا دلوقتي مصنع ينتج لينا حاجات بنستخدمها لإصلاح البشرة، لإصلاح الحروق. أنا بس عايزة أفسر للمشاهد، هل حضرتك موضوع حقن الدهون تاخد من المريض نفسه الدهون ذات نفسها؟ صحيح. إحنا يمكن بس في الأول أنا كنت معانا صورة كده، يمكن لو نقدر نعرضها يبقى كويس. هي في الصورة الأولانية اللي معانا هي بتوضح أولا اللي هو نظرية التجعيد، هي ليه بتتكون التجعيد ديت والترهل اللي بيحصل في الوجه. طبعا هو واضح ان الصوره اللي على الشمال دي اللي هي الواحد وهو صغير او ست يعني صغيره، واللي على اليمين هي التجاعيد. ده تاثير طبعا الجاذبيه الارضيه، ان هنلاقي ان كل الدهون اللي موجوده في مناطق معينه بتبتدي تنزل للمنطقه اللي تحتيها، وده بيحصل معها ارتخاء في الجلد نفسه، وبيحصل معها تكسر للخلايا اللي هي الالاستيك اللي هي بتشد الجلد، فبينتج عنه المظهر اللي احنا شايفينه في ده بقى تصليحه يعني. ايه يا دكتور؟ ده بيتعمل عمليه حقن ام شد للجلد زي بالظبط كده؟ على حسب بقى، زي ما الصوره الثالثه اللي جنبيها هي بتبين لي درجه التجاعيد قد ايه، درجه عمقها، هل هي حاجه سطحيه، هل هي حاجه متوسطه، او هل هي حاجه عميقه جدا. بالنسبه بقى لحقن الدهون، يمكن لو جبنا الصوره اللي بعديها هنلاقي طريقه الحقن الدهون دي. اول حاجه الدهون دي بناخدها من الشخص نفسه، ودي عامل امان مهم جدا، ان انا مش بحتاج حاجه من حد، مش بحتاج خلايا من حد تاني او من بنك او من حاجه، لا انا باخد كميه الدهون اللي انا عايزها حوالي مثلا 20 او 30 سم من البطن او من الارداف او من الفخذ،
من المنطقه اللي انا شايفها محتاجه. هل يا دكتور شوية. لما حضرتك بتسحب الدهون دي هل بيسيب اثر او ند في الجسم؟ اطلاقا يعني هي بتبقى فاتحه حوالي 2 ملي او ملي خلاص، وبندخل بيها عن طريق انبوبه معينه خاصه وبسرنجه برضو معينه، بناخد الكميه اللي احنا عايزينها حوالي 20 ل 30 سم. التطور بقى اللي حصل كمان في فهمنا للخلايا الدهنيه يمكن نشوفه في الصوره اللي بعد كده ان شاء الله، هنلاقي من زمان كنا احنا بنحن اللي هي السرنجه اللي فوق خالص كده اللي احنا شايفينها على الشاشه كده على الشمال دي، الدهون زي ما بنشفطها زي ما بنحنها، فكان بينتج عنه تقريبا ان حوالي اضرار 80%، لا مش اضرار بس 80% من الدهون دي بتدوب وتختفي ويتبقى 20%. وصلنا دلوقتي بالعلم الحديث وبالتقنيات الحديثه ان احنا نقدر نحافظ على اكثر من 80% من اللي احنا بنحنه. فبالتالي الكميه اللي يعني انا عايزه افهم يا دكتور، حضرتك بتسحب الدهون دي بتتعمل لها معالجه مثلا؟ اه بالظبط كده، ده اللي بيحصل بقى في الصوره في الصوره الثانيه او الحقنه الثانيه. اه في السرنجه الثانيه والثالثه، الثانيه دي بنسميها المايكرو جرافت، والثالثه اللي هي تحت خالص دي بنسميها نانو جرافت. تقنيه النانو يعني نتكلم عنهم بقى بالتفاصيل. اللي على اليمين دوت اللي هي الكانيولات اللي فوق دي اللي بنسحب منها الدهون ديت، واللي في النص دي اللي هي الصوره الكبيره شويه بنشوف ثلاث الوان، احنا بناخد الجزء اللي في النص بالظبط. ده الدهون يا دكتور؟ دي الدهون بقى. ايوه بالظبط الدهون، واللي تحتيها على طول جزء منها بيبقى عباره عن خلايا جذعيه. فالاثنين دول الخلايا الجذعيه مع الدهون بيقدروا يحافظوا لي على 80% من اللي انا حقنته. يبقى في الحاله دي انا متوقع ان انا اولا اقدر احقن كميات كبيره جدا، فبدانا نستخدمه في حاجات زي مثلا اعاده بناء الثدي بعد استئصال الاورام. بدانا نستخدمه في عمليات العيوب الخلقيه في الوجه مثلا، زي ناس عندهم بيبقى نقص في النمو في اتجاه معين او في ناحيه معينه من الوجه. فده ادانا يعني مساحه واسعه للتعامل مع الحالات ديت. انا كنت عايزه اسال سؤال حضرتك، بتاخد الدهون من المريض هل بيبقى في بنج موضعي بنج كلي؟ ازاي بقى بيتم تاهيل المريض لسحب الدهون؟ عمليه بسيطه جدا، بس هي اهم حاجه فيها حاجتين، اولا ان انا لازم المريض دوت يكون فاهم ايه العمليه بالظبط، ايه الاجراء اللي هيتم. الحاجه الثانيه المهمه جدا نظافه المكان اللي تتعمل فيه، عشان كده يفضل تتعمل في غرفه عمليات، تتعمل بمخدر موضعي صحيح وحاجه بسيطه جدا، لكن مهم جدا ان انا اكون ضامن تماما التعقيم وضامن تماما نظافه الغرفه. بيبقى ليها بنج كلي يا دكتور؟ لا مش محتاج فيها بنج كلي، غالبا بنعملها بنج موضعي تمام، وبتبقى حاجه مثلا في حدود ساعه او نص ساعه يعني اللي هو سحب الدهون وحقنها في مكان، سحب الدهون وبعدين بنعملها بروسيسنج بطريقه معينه كده، تحضير بطريقه معينه، وناخد المنتج النهائي دوت نبتدي نحقنه. يمكن احنا برضو معانا شويه صور هنا للنتائج قبل وبعد، نتائج مبهره بصراحه ويعني بتبقى جميله جدا، يا ريت لو نقدر نعرضها. اوكي. طب انا كنت عايزه اسال حاجه ثانيه يا دكتور. اتفضل. بالنسبه للمضاعفات يعني كتير قوي بيتعمل عمليات حقن الدهون، بيبقى شكل المريض ايه بعد العمليه؟ هل بيبقى في زرقان في ورم بيبقى، ولا بيبقى طبيعي وبيعيش حياته بشكل طبيعي؟ لا احنا عندنا اربع عوامل بتتحكم في النتائج. عندنا دكتور، وعندنا مريض، وعندنا اجراء نفسه بيتخذ، وعندنا مكان بيتعمل فيه الاجراء دوت. لو احنا ضمننا ان الاربعه دول صح، الدكتور دوت شخص مؤهل فعلا لاجراء الحاجات ديت، عنده ترخيص مناسب، عنده علم ودراسه مناسبه، المريض فعلا يحتاج حاجه زي كده، الاجراء نفسه بيتعمل صح. يعني ايه يحتاج حاجه زي كده يا دكتور؟ يعني بمعنى انا ممكن واحده مثلا جايه لي عايزه تعمل مثلا تكبير مثلا في منطقه معينه، هي مش محتاجه يعني هو الحجم اللي موجود حاليا حجمه مناسب جدا، فمش صح ان انا اعملها. ممكن عيان مثلا يبقى جاي عنده عيب خلقي شديد جدا، محتاج حاجه ثانيه، محتاج عمليه جراحيه، او محتاج مثلا نحط له جهاز تعويضي، فانا اجي اعمل له حقن دهون، يبقى كده انا عملت حاجه غلط، يعني عملت يعني هو مش هيستفيد منه، فبالتالي ده بيخلي النتائج مش كويسه. برضو زي ما اتفقنا برضو الاجراء نفسه بيتعمل ازاي، لان انا ممكن اعمل حقن الدهون دوت وتكون النتيجه سلبيه، يعني في الاخر ما يستفيدش بحاجه بعد ما اعملها وبتاع، ما يلاقيش اي فايده منها. برضو من ضمن الاضرار او من ضمن العيوب ليها ان ممكن يحصل التهابات لو المكان نفسه مش متعقم كويس او ما اتعملش تعقيم كويس في العمليه نفسها. بيأدي الأضرار. طب خلينا نتكلم في حاجة تانية يا دكتور، هل المريض اللي بيعمل عملية حقن أو شفط لازم يكون له مواصفات معينة؟ يعني ما يكونش مريض سكر، ما يكونش مريض ضغط، هل الحاجات دي بتؤثر على نجاح العملية؟ هو طبعا الحقن غير الشفط. الحقن يعني طبعا لو مريض سكر أو مريض ضغط الحاجات دي كلها حاجات طبية يجب أن تعالج قبل أي إجراء. يعني لو أنا رايح أعمل سناني مثلا، لو أنا رايح أعمل أي حاجة لازم أنا يبقى السكر عندي مظبوط، تحليل السكر بتاعي مظبوط، لازم يكون الضغط بتاعي كويس، لازم يكون في حاجات معينه ممتنع عنها، اسبرينات مثلا، ادويه معينه، لكن مش عشان حقن الدهون او شفط الدهون.
شفط الدهون، لا شفط الدهون في مريض السكر بيبقى علاجي، يعني ممكن نستخدمه للعلاج. يعني اكتشفنا دلوقتي احنا حاليا في بعض الحالات لعلاج ايه؟ السكر، علاج السكر نفسه، الشفط نفسه اللي يعني هو بعد ما نعمل شفط للبطن مثلا لدهون البطن، بيبتدي المريض اللي كان مثلا ماشي على انسولين او ماشي على جرعات عاليه يبتدي يتحول الى اقراص، او الجرعات اللي بيحتاجها تقل. ليه؟ لان هي الدهون اللي موجوده في البطن دي دهون اكتف، حاجه بتفرز هرمونات وليها علاقه بالميتابوليزم بتاع الجسم. فلما احنا بنقدر نشفطها ونتخلص منها يبتدي تاثيرها على السلبي اللي كان موجود يروح. فبالتالي اللي كان بياخد مثلا انسولين بجرعات عاليه يبتدي يتحسن. طب احنا هننزل الصور دلوقتي نعرضها. يعني هنا دي صوره مثلا بتورينا، بس احنا بنحقن الدهون. الدهون دي بتتحقن في انهي مناطق بالظبط؟ بتتحقن تحت الجلد وبتتحقن في داخل العضلات. برضو يمكن الصوره اللي بعديها هتبين لنا ده بعض استخداماتنا اللي هي لكبار السن او للتجاعيد. دي بقى يعني معظم عمليات الحقن للدهون في الواجهه دي بسبب التجاعيد الوش. في تجاعيد طبعا دي من اسبابها. في العيوب الحاجات التانيه اللي هي زي مثلا البقع اللي موجوده، زي مثلا اثار حب الشباب، زي بعض العيوب الخلقيه. يعني ده ممكن يبقى حد صغير، يعني مش لازم يبقى حد كبير. كان في صوره معانا للعيوب الخلقيه طبعا. برضو كبر السن طبعا من ضمن الحاجات. وهنا كبر السن بالذات مش معناها ان الواحد بقى عنده 80 سنه ولا 70 سنه، لا لا ابدا. ساعات كتير جدا بتلاحظي حد مثلا تقابلي حد عنده 40 سنه او عنده 45 سنه، لكن الوش وتفاصيل الوجه نفسها مديه دايما اكبر من السن. دي بتعمل مشاكل كتير جدا في التواصل الاجتماعي، بتعمل مشاكل كتير جدا في متطلبات العمل. يعني في وظائف معينه مثلا يقولوا لا انت شكلك كبير ما ينفعش، هو مش كبير ولا حاجه، هو سنه صغير او هي سنه صغير. فبالتالي احنا الحاجات دي بتساعدنا ان احنا نرجع العمر نفسه لحقيقته. التفاؤل برضو ممكن بيحب يكون شايف شكله نفسها كويس وشكله حلو. في حاجه بقى يا دكتور، هل موضوع حقن الدهون ده بعد فتره بيرجع تاني يجي تجاعيد؟ طبعا الدهون اللي احنا بنحقنها ديت هي بتبتدي تتكون خلايا تانية في المكان دوت، وتتعامل بالظبط زي معامله المكان اللي موجود نفسه. زي برضو يعني فنفس الكلام بعد شويه خلاص، من حوالي مثلا 5 ل10 سنين بتبتدي التاثير يرجع تاني شويه بشويه. فبالتالي برضو لان الكبر او البروسيس دوت هو موجود شغال على طول. هنرجع برضو تاني للصور، نشوف الصور اللي معانا. دي مثلا هنا هالات السوداء اللي تحت العين، ودي كانت الحاجات الصعبه جدا اللي لهاش علاج بصراحه. تقنيه النانو ديت في حقن الدهون قدرت تجيب لنا نتيجه حلوه، زي مثلا شايفين مثلا زي حاجه السؤال اللي بتساليه دوت، هو كبر السن؟ لا، دي بنت عندها حاجه و20 سنه تمام، وكانت عندها مشكله دايما هالات السوداء. انا اول مره اعرف ان علاج سواد العيون بعمليه، بس مش عمليه، لا حقن. امال ايه؟ بحقن؟ حقن دهون اللي هو اللي هي بتقنيه النانو ده بيضيع بقى السواد يا دكتور اللي تحت العين. يحسن جدا المنظر، يدي نضاره اكتر للبشره. يخلي الجلد اللي موجود دوت ما هوش شفاف للدرجه انه يبين السمار اللي تحتيه. فيبتدي الصوره زي ما احنا شايفين يمكن تبقى ايه، يعني هو السواد ده بيبقى على اساس ان الجلد تحتيه بالظبط كده. ارهاق شديد تحتيه. يعني طبعا الهالات السوداء دي اسبابها كتير جدا، ممكن تبقى حاجات مرضيه، وممكن تبقى مجرد ارهاق وسهر وتلفزيون وكمبيوتر والحاجات دي كلها. فبالتالي علاجها بيختلف على حسب السبب. تمام. لكن من ضمن الاسباب اللي ممكن نستخدمها احنا هنكمل كلامنا، بس انا معايا اتصال تليفوني. منى، الو. ايوه، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن اكلم الدكتور؟ اتفضلي الدكتور معاكي. ازي حضرتك يا دكتور؟ اهلا وسهلا يا منى، اهلا وسهلا. كنت عايزه اسال حضرتك سؤال يا دكتور بعد اذن حضرتك. اتفضلي يا فندم. هو بالنسبه لحقن الدهون، هي ممكن تتحقن الايد كلها ولا لغايه من الفص لغايه الكوع ولا حوالين الفص بس؟ لا، هي السؤال جميل جدا يا منى. احنا معانا صور لحالات حقن دهون في اليد. احنا طبعا لما بنيجي نحقن الحقن الدهون في اليد بنحقنها في الكف، يعني في 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 في, في, في اليد نفسها، ما بنقدرش نحقن في الايه، في الدراع، الا لو في عيب خلقي يعني، او نتيجه اثر اصابه او حاجه زي كده، زي منطقه مثلا نتيجه جرح او حاجه ممكن نملاها. لكن لو انا هعملها علشان خاطر التجاعيد او عشان خاطر السن يعني كبير شويه، بنعملها في اليد. واحنا معانا يمكن لو حضرتك انتظرتي معانا. في سؤال يا منى تحب تسال الدكتور سؤال ثاني؟ عشان انا عندي بنتي رفيعه خالص، فعايزه احقن ايديها من الفص لغايه الكوع. لا، ما انصحش حضرتك انك تعملي كده، لان دي حاجه مش فسيولوجيه، مش طبيعيه. فاحنا ما ينفعش ان احنا نتخن بيها. الغرض من حقن الدهون بيبقى حاجه ثانيه، مش اللي في ذهن حضرتك دلوقتي. ماشي، متشكرين جدا لاتصالك. الف شكر. هي كانت بتقول انا بنتي رفيعه، انا صح سمعت صح، وعايزه تحقنها بالدهون.
نفسر بقى الحته دي للمشاهدين. احنا في مناطق طبعا هي في الرفع الشديد خلاص بيحصل ساعات ان بيبقى في مناطق رفيعه جدا. طيب ايه الاماكن اللي ممكن نعملها تكبير؟ في اماكن زي مثلا الثدي مثلا، زي مثلا منطقه الاليا، زي مثلا منطقه السمانه حوالين الكعب. المناطق دي نقدر نعملها حقن، تمام، لكن ما اقدرش احقن مثلا دراع مثلا، ما اقدرش احقن الرجل كلها. ده بيتحن يا دكتور لو في حاله عيب خلقي او اثر حادثه. بالظبط كده. لكن اللي هي بتتكلم عليه ان احنا محتاجين، هي البنت رفيعه جدا جدا، فممكن مثلا تلاقي عندها ضمور شديد في الثدي مثلا، عندها مثلا ضمور شديد في منطقه الاليا، اللي هي منطقه السمانه عندها رجل رفيعه جدا، فدي يعمل. ممكن نعمل لها حقن او ممكن نحط فيها حشوات طبيه يعني. تمام. لتكبير المناطق دي. سؤال بقى بيدور في اذهان المشاهدين كتير. طبعا قبل ما نخلص بس معلش يا استاذ حضرتك، برضو هي مشكله البنت دي ايه؟ ان هي رفيعه جدا. فصعب نحصل منها على كميه الدهون اللي نحقنها بيها. ده بيتم ازاي بقى لو حاله جت زي كده؟ بنضطر نلجا بقى للحاجات الطبيه اللي هي زي مثلا الحشوه الصناعيه مثلا بتاعه تكبير الثدي. سيليكون بقى يا دكتور؟ بالظبط كده. هل ده ليه اضرار؟ ما هو ده بقى السؤال اللي انا كنت هسال فيه. كتير من الناس بتخاف من موضوع حقن الدهون ان فيما بعد يتحول لخلايا سرطانيه. وكتير من اذهاننا بيفكر بالتفكير ده، لا انا بلاش ابعد عن العمليات دي خالص لحسن اتعرض لمرض خطير. عايزين نعرف الكلام ده صح ولا لا؟ هو الكلام ده تشاؤم يعني ملوش لازمه. يعني هل ده مش علمي ولا صح؟ ده لا لي اي اصل علمي ولا اصل خالص يعني. بالعكس العمليات دي اكتر عمليات بتتعمل على مستوى العالم. يعني حضرتك لو جينا خدنا النهارده دلوقتي في اللحظه دي كام عمليه شفط بتحصل، هتلاقي الاف يعني، حتى لا يعني على الاحصائيه. انا بتكلم على الحقن يعني، شفته والحقن نفسه. برضه نفس الكلام، ده الحقن اكثر كمان، لان اغلبيه حالات الشفط بيصاحبها حقن. لان احنا حتى ما بنسموهش شفط، احنا بنسميه نحت. فالنحات ده لما بيجي يشيل حته يعني جزء من حته ويحط في حته ثانيه، فهو بيسميه كده. فاحنا دايما اللي بنيجي نشفط بنحقن معاه. احنا عايزين نجيب شويه صور اللي كانت حضرتك بتتكلم فيها عن الايد. كان في عمليات حضرتك بتعملها في الايد، بتعملها امتى بقى؟ اتفضل. دي صوره دي مش الايد، دي حقن الايد دي لتجاعيد الوجه زي ما قلنا. يبقى احنا الحاله الصوره اللي قبل كده كانت للنانو اللي بنحقن بيه عشان خاطر تصلاح البشره. تمام. هنا بنملى منطقه، هنا في منطقه الخدود خلاص ضعيفه وحصل فيها ضمور، فبنحقنها الدهون زي ما احنا شايفين. برضو في الصوره اللي بعديها نقدر نشوفها، دي نفس الكلام برضو، دي حقن برضو في الوجه، دي حقن في الوجه في منطقه الخدود ومنطقه حوالين الفم. برضو الصوره اللي بعديها هتبين لنا برضو حاجه زي كده، برضو نفس الكلام، دي برضو حقن للخدود وحقن. الصور الثانيه ديت متاخده بعد فتره طويله يعني، منها حاجات بعد سنتين وثلاثه. فانا قصدي يعني معناها ان الحقن ده بيقعد يعني، مش ليه فتره معينه يا دكتور. الصوره بقى اللي بعدها كنا عايزين نجيب الايد. ممكن نشوف الصوره اللي بعدها، نشوف اهي. هي ده بقى دي بعد فتره طبعا بنلاقي دينا شكل العروق ظهر فيها. تاثير الشمس على الجلد بيعمل بقع خلاص. ففي الحاله دي احنا ممكن نستعين بيها بحقن. بتتحقن في الايد تحت الجلد على طول. لو احنا خدنا بقى الصوره اللي بعديها كده هنلاقي اهي دي نتائج قبل وبعد، يعني اللي على الشمال ده كله قبل، واللي على اليمين بتاع كل صوره اللي هو البعد بتاعها. فنلاقي فيه تحسن رهيب جدا، مش بس في الحجم يعني، تلاقي الايد اتملت وتلاقي بشره الجلد نفسها اتحسنت جدا. ده ما بيأثرش على الايد فيما بعد، بتتحرك بطبيعي جدا جدا. بالعكس بتمارس حياتها بطبيعيه. بالعكس ده بيحسن كمان الاداء الوظيفي بتاع اليد نفسها. لان الضمور الشديد بتاع الانسجه اللي تحت الجلد بيضعف اليد نفسها. وتاثير الشمس على الجلد بيخليها عندها قابليه اكتر للجروح وللالتهابات وكده. فبحقن الدهون بيتحسن الكلام دوت. برضو احنا ممكن نشوف الصوره اللي بعديها، دي برضو من ضمن. ده في الكوع يا دكتور؟ لا ده ما شاء الله في خدمه مش شايفه. ده حادثه او ده اصابه كانت نتيجه حرق. دي من الحاجات برضو جميله جدا ان احنا ما كناش بنلاقي حل خالص للحالات ديت اللي هي عندهم جروح في الوجه او اثار حروق، فما كانش بنلاقي حل خالص، واي حل بنعمله بيرجع تاني زي ما كان. حقن الدهون هنا بصراحه بيدي نتائج جميله جدا. المهم عندي ان المريض بتاعي يفهم ان النتيجه هتظهر بعد سنه. لان ده بالنسبه للحروق. بالنسبه للحروق والجروح. ليه؟ لان انا الخلايا اللي بحقنها انا بحقن خلايا جذعيه. خلايا جذعيه دي بتعمل ايه؟ بتبتدي تتفرع وتتكاثر وتنتج الخلايا الطبيعيه اللي كانت موجوده. فعبال ما تبني الطبقات بتاعت الجلد بتاخد فتره طبعا طويله جدا. فيهمني جدا المريض يبقى فاهم انه هيحقن النهارده بس النتيجه هيشوفها بعد سنه. النتيجه دي هتكون ان الجرح اللي هو موجود ده برده مش هيختفي خالص، بس هيتحسن
بنسبه كبيره. ودي يمكن نتائج احنا شفناها يمكن على مستوى الخليه بيرجع للطبيعي، لكن على مستوى الشكل بيتحسن بنسبه كبيره. طب بالنسبه للعيوب الخلقيه يا دكتور، انت حضرتك وريتني برضو سلايد ان نحب نوري للمشاهدين اللي هو في الخد، لو في خد اقل من خد صحيح ده بيتم ازاي؟ دي موجوده بعد شويه نشوفها، لكن هي دي طبعا نتيجتها يمكن نشوف اللي بعديها كده. اعتقد هي مش لا اللي بعدها لا دي حاجه ثانيه. بالنسبه للعيوب الخلقيه دي بيحصل ايه؟ ان ساعات واحد من الناس دي حاجه دي اللي احنا عرضناها دلوقتي ده اللي هي برضه من الحاجات الجديده جدا اللي هي بيسموها البي ار بي اللي هي البلازما الغنيه بالصفائح الدمويه. يمكن انا اول كلمه قلتها لحضرتك ان احنا في حاجتين مهمين جدا هما الخلايا الجذعيه خلاص وعوامل النمو اللي هي جروث فاكتورز. الصفائح الدمويه دي اكتشفنا ان فيها جروث فاكتورز كتيره جدا جدا، فقدرنا دلوقتي ان احنا بناخد عينه من المريض حوالي 20 سم دم وبرضه بنعمل لهم بروسيسنج بطريقه معينه وناخد منه الصفائح الدمويه بتاعته وبرضه بنحقنها في الجلد زي ما احنا كانت الصوره باينه. دي بتحسن جدا جدا البشره، بتعمل لها نضاره عاليه جدا. ايه الفرق بينها وبين الدهون بقى؟ الدهون بتملى الطبقه اللي تحتيها شويه خلاص، وهما الاثنين بيشتغلوا مع بعض، يعني دي مش بدائل، يعني احنا ممكن نعمل حقن دهون ومعاه الخلايا الجذعيه الخلايا بتاعت البلازما اللي هي الايه الصفائح الدمويه. فبالحاله دي احنا بناخد مفعول مركب، دي بتعمل نضاره للبشره، نضاره للبشره وتحسن جدا طبقه الجلد وتعيد بناء الخلايا اللي فقدت. هل بعد فتره يا دكتور بيرجع البشره تانية للارتخاء او بترجع طبيعي تاني؟ طبيعي، لان لازم ترجع. لان الـ احنا ما عندناش علاج للكبر السن، يعني ما حصلش ان يعني مفيش علاج يشفي الانسان من كبر السن ولا من الموت، يعني هو خلاص دي حاجه تمام نعمل تاني عمليه تاني اجراء تاني او نبتدي بقى نلجا لعمليات الايه الجراحيه زي برضو ما هنشوف يمكن في الصور اللي احنا عرضناها. خلينا نشوف اللي بعد كده يمكن يكون اللي هي الصوره اللي كنا بنتكلم فيها بتاعت دي اللي هي الصفائح الدمويه بعد ما خدناها من المريضه. النتيجه اللي احنا شايفينها على اليمين دي بعد مثلا 3 شهور بعد 6 شهور برضو نشوف الصوره اللي بعديها تفيدنا في برضو بنستخدم الخلايا اللي هي البي ار تي ده للشعر يا دكتور بالظبط كده لاعاده نمو الشعر في بعض الحالات بتستجيب وبتبقى الاستجابه كويسه جدا. بس الكلام برضه لا انا عايز اتكلم بقى في الجزئيه بتاعت الشعر دي. ازاي بقى يا دكتور ده عمليه زرع للشعر؟ لا ده مش زرع للشعر، احنا هنا عملنا ايه؟ احنا هنا خدنا الصفائح الدمويه بتاع المريض دوت بتركيز عالي جدا بما تحتويه من جروث فاكتورز وعوامل نمو وحقناها في بصيلات الشعر اللي موجوده عنده بس ضمره شويه، يعني لسه في مرحله يعني في مرحله ضمور. فحقنا فيها ده بيعمل ايه بقى يا دكتور؟ ده يعيد البصيله دي للحياه ويخليها ترجع تاني. الفرق بينه وبين زراعه الشعر؟ زراعه الشعر انا باخد بصيلات من منطقه من المنطقه الخلفيه غالبا بتبقى في منطقه الشعر وابتدي اعيد زرعها قدام، دي بصيله كامله. لكن لو انا لسه عندي في مرحله تساقط الشعر وفي مرحله الشعر لسه خفيف شويه مش هينفع الزرع في الحاله دي، فبالتالي بنلجا للايه؟ للصفائح الدمويه. سؤال في كل المشاهدين، ترى العمليات دي مكلفه جدا؟ مكلفه مجهودا، مش مكلفه لا ماديا يعني. لا مش مكلفه ماديا يعني ان ريليشن او بالمقارنه للاسعار العمليات بتاعت في مصر يعني بالنسبه لبقيه العالم كله يعني سواء في الدول العربيه او لا لا يعني لا يعني ضعيفه جدا، لكن هي مكلفه بدنيا، مكلفه ذهنيا، مكلفه نفسيا. لازم المريض يبقى فاهم هو بيعمل ايه وبيعمل ليه والنتيجه هتبقى امتى. بتاخد وقت بقى يا دكتور يعني عقبال ما ياخد الشكل اللي هو عايزه؟ صحيح. بياخد وقت طويل بعد العمليه؟ بياخد حوالي من 4 لـ6 شهور. من 4 لـ6 شهور في الحقن؟ في بعض الحالات في حقن الدهون. طب ما فتره طويله يا دكتور. لو انا ما هو فتره طويله بس النتيجه دائمه وفتره طويله جدا فتستحق ان انا انتظر. دي نمره واحد. نمره اثنين في الاربع لست شهور دول مش ما فيش نتيجه خالص، لا هي النتيجه بتظهر على طول بس بيقعد التحسن يستمر لغايه 6 شهور. فبالتالي الصبر في الحاجات دي وان انا ابقى فاهم انا بعمل ايه وليه ده مهم جدا. تمام احنا هنكمل كلامنا بس انا معايا اتصال تليفوني. الو محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت انا كان عندي سؤال بالنسبه للموضوع اللي بيتكلم فيه الدكتور بتاع حقن بصيلات الشعر. انا عندي صلع وراثي، فهل ممكن حقن بصيلات الشعر ده ينفع في الحاله بتاعتي؟ ما على حسب طبعا. هو الصلع الوراثي ده بنقسمه لـ6 درجات، فعلى حسب لو في شعر كثيف موجود في المنطقه اللي هي الخلفيه وفي الجناب يبقى في الحاله دي بينفع. لكن هو في يا دكتور
انت حضرتك عندك كام سنة؟ عندي 27. 27 سنة، لا ينفع طبعا. ان شاء الله ينفع. ماشي، في سؤال تاني يا محمد؟ اتصال اتقطع. برضه بالنسبة لمحمد احب اكد له ان هو النتائج بتاعت الحاجات دي كويسة جدا، بس برضه لازم يفهم ان هي تتعمل على مراحل. على حسب مساحة الصلعة، لو مساحة الصلعة بس مساحة كبيرة، في الحالة دي ممكن نحتاج 4 أو 5 مراحل. ايه بقى يا دكتور المراحل دي؟ كل مرحلة من زرع الشعر، يعني احنا بنزرع في كل مرة حوالي 700 لـ1000 شعراية. فعشان اوصل للكثافة اللي هو يعني بياخدها على مدار وقت. فبياخدها بالظبط كده يعني كل 4 شهور. يعني بيتعمل 5-6 عمليات بمعنى كده؟ 5-6 اجراءات. كل 3-4 شهور بنعمل مرحلة. طب في النهاية بقى النتيجة النهائية؟ بتبقى كويسة جدا. ما بيحصلش سقوط تاني للشعر مع مدار العمر يعني؟ لا، لان البصيله اللي احنا واخدينها دي واخدينها من المنطقه الخلفيه، والمنطقه الخلفيه دي لا تسقط، يعني دايما تلاقي الواحد ممكن يبقى عنده صلع شديد جدا بس ما زال عنده الشعر في المنطقه الايه؟ في المنطقه اللي في الخلف وفي الجناب. تمام، احنا اتكلمنا النهارده عن الحقن. انا محتاجه برضو اتكلم عن موضوع شفط الدهون. لان كتير من المشاهدين بيبقوا بيقولوا ترى شفط الدهون ده هو علاج للسمنه؟ كتير قوي بيبقى عندهم سمنه زايده، ففي اعتقادهم ان شفط الدهون ده هو الشكل اللي يخليني شكلي جميل، هل ده صح؟ ده سؤال يعني مهم جدا ودايما بنتساله بصراحه. شفط الدهون ملوش علاقه بالوزن. يعني ملوش علاقه خالص بالوزن. يعني حتى دايما المريضه اللي عندي اللي بتيجي او المريض اللي بيجي عايز يعمل شفط دهون ما بحطوش على الميزان. ما بوزنوش. ليه؟ لان هو ليه علاقه بتنسيق القوام. لكن ملوش علاقه خالص بالوزن. فبالتالي انا ممكن اشفط دهون والنتيجه تبقى جميله جدا 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 بس المريض مش هيقل كيلو على الميزان. فدي نقطه مهمه جدا. التنسيق القوام بمعنى ايه؟ بمعنى ان كل يعني واحد انت حضرتك بتنصح الاول يخسه؟ يخس او لازم يبقى فاهم هو عايز ايه، يعني لو هو عنده مشكله مثلا في منطقه في البطن. لو هو عنده مشكله في منطقه في الفخذ. لو عنده مثلا مشكله في الدراع. يبقى في الحاله دي ممكن نعمل له شفط. لكن المريض جاي بيقول لي لا انا تخين جدا وانا مش مبسوط. فما تقدرش في الحاله دي يروح يعمل عمليه سمنه او يعمل عمليه دايت، قصه تانية مختلفه خالص. لكن الشفط هو ده اجراء لتنسيق القوام. اي منطقه فيها زياده نقدر نعملها شفط. هل بتتعامل بالبنج كلي يا دكتور؟ برضو لا، اللي ممكن اعملها بنج موضعي بالظبط كده. لو مناطق كتيره بقى ومساحه كبيره يبقى في الحاله دي افضل البنج الكلي. ايه اكتر المناطق اللي بيتم فيها عمليات شفط الدهون؟ الفخذين والبطن، ده في السيدات. وفي الرجال الثدي مشكله برضو من ضمن المشاكل، يمكن موجوده في اكتر من 60% من الرجاله. ان بيبقى عندهم الثدي دوت متضخم شويه، كبير شويه، في دهون شويه، بيجمع دهون شويه، الشكل الرجولي اللي هم عايزينه كده. وده مشكله بتحصل يا اما في وقت البلوغ مثلا عند سن 17-16 سنه، وبتحصل في كبار السن شويه. الشفط بيدي نتائج جميله جدا فيهم، ويعني بيلغي او بيقضي على الموضوع ده تماما. فده بالنسبه للرجال، لكن بالنسبه للسيدات اغلب المناطق بتبقى. هل يا دكتور لما بتشفط الدهون بيعمل عمليه شد بعد كده للجلد؟ هو لا، مش محتاجين، يعني هو الجلد نفسه لوحده بيشد زي بالظبط الست الحامل كده مثلا، بتلاقيها بعد 40 يوم او شهر ونص الجلد رجع تاني طبيعي وكل حاجه. فده نفس الكلام اللي بيحصل في الشفط برضه. تمام، احنا فاضل لنا 5 دقايق وانا احب اسال حضرتك سؤال الحلقه. امتى تتدخل جراحين لشفط الدهون؟ امتى تقول انا لازم اتدخل جراحه لشفط الدهون؟ تمام، احنا شفط الدهون زي ما اتفقنا ان هو حاجه بتتعمل الهدف منها هي تنسيق القوام. عشان انا اقدر اقول انك لازم تتدخل جراحيا، حاجه من الاثنين، يا اما انت وزنك مثالي ووزنك كويس بس عندك مناطق فيها زياده في الدهون ديت، فمش هتعرف تعمل لها حاجه، لازم تشفطها، لازم نعمل لها شفط دهون. يا اما احنا عندنا مريض خس وكان وزنه عالي وخس بس في مناطق فيها دهون بنسميها دهون معنده. يعني ايه دهون معنده؟ يعني دهون لا تستجيب لا للدايت ولا للرياضه ولا لاي ادويه. فبالتالي الدهون ديت لازم تتشفط، اللي هي بتبقى غالبا اسفل البطن والفخذين من الخارج. دي حاجه. في طبعا اسباب طبيه كمان ممكن نعمل لها شفط دهون. يعني في مناطق مثلا بيحصل فيها، بنلاقي مثلا الاسره مثلا العيله الام والبنت واولادها عندهم تكاثر في الدهون في مناطق معينه، ودي حاجه خلقيه يعني. فتلاقي البنت يعني من فوق مثلا وزنها رفيع جدا بس عندها منطقه الارداف دي كبيره جدا. ففي الحاله دي برضو نفس الحكايه، هي لازم نعمل لها شفط الدهون. شفط الدهون هنا بيبقى نتيجته ممتازه جدا طالما انا التزمت بما قبل العمليه وبما بعد العمليه بالتعليمات المطلوبه. لازم نفهم حاجه، ان الطبيب هو اللي بيكتب العلاج وهو اللي بينهي العلاج. احنا مشكلتنا في مصر دايما ان الايه، انا باخد العلاج من الدكتور وانا بوقفه وقت ما انا عايز. لا،
الفكره كلها ان ده اجراء انا بشترك فيه ب 50% والمريض بتاعي ب 50%. من ضمن الحاجات المهمه ان لازم مثلا المريض دوت ما يبقاش عنده سيوله في الدم. لازم المريضه دي ما تبقاش تاخد فيتامينات اي مثلا، ما تبقاش تاخد اسبرين كتير، ما تبقاش تاخد حاجات اللي هي مسكنات كتير، ما تبقاش تاخد فيتامينات اي كتير، ما تبقاش مثلا بتاكل بصل وتوم وبعض الاكلات كتير. لازم الحاجات دي تقف على الاقل اسبوعين قبل العمليه. لما تيجي تعمل عمليه الاجراء نفسه بيتم في ساعه في ساعتين وبتروح على طول. لازم بعد العمليه تلتزم بتلبس حاجه زي كرسي كده او جارمنت او مشد. الكرسي دوت لازم تلتزم بيه على الاقل شهر ونص. زي ما حضرتك قلتي الجلد بيحصل فيه ترهل، فانا لما بلبس الكرسي دوت بضغط الجلد الفتره اللي هي ال 40 يوم على بال ما الجلد نفسه يكون رجع شد. لو انا ترخيت في التعامل مع الكرسي دوت او ما لبستوش او كده هيحصل مشكله الترهل. لازم برضو بنطلب منهم نعمل عمليه مساج باستمرار، بعض الكريمات اللي هي بتساعد على شد الجلد. لو المريض بتاعي التزم بكل التعليمات ديت هو عمل ال 50% بتوعه وانا عملت ال 50 دي، بقى النتيجه ان شاء الله بتبقى ممتازه جدا، وزي ما قلت بيفضل فيه تحسن الى 6 شهور. تمام. احنا معانا بس اتصال تليفوني. الو وحيد. الو. الو مساء الخير يا فندم. مساء النور. ممكن اشارك بس حضرتك؟ اتفضل حضرتك. كنت عايز بس اكلم الدكتور، انا عندي مشكله حضرتك في شعري فرو راسي من قدام، بحس ان فيها التهاب دايما، واخده بال حضرتك؟ والشعر عندي في يعني في ما بيطولش زي المنطقه بتاع ورا والجناب، وما اقدرش حضرتك اشد شعري من قدام، يعني واخد بالك يا دكتور؟ يعني أيوة. دايما بحس فيه التهاب كده في فروه راسي من قدام. وفي صوت برضه في الشعر، يعني في اماكن من قدام ابتدى فيها صوت يظهر من قدام شويه. هو طبعا مش عارف الالتهاب ده حضرتك ايه، يعني يعني الالتهاب ده كمان يظهر لو انا مثلا قعدت يومين ثلاثه ما اغسلش شعري مثلا. زي ما بقول لحضرتك يعني ما اقدرش اشد، لو حبيت اشد شعري من قدام كده ما اقدرش، احس بالم فيه. لا والله يا بص، ورا يعني ورا لو حبيت اشد شعري ما احسش بالوجع ده. بص يا وحيد هيرد عليك حالا يا وحيد. وكنت عايز برضو اتكلم حضرتك على الحقن اللي هي الخلايا الجذعيه، عشان لو في شعر سقط ولا حاجه ممكن اقدر اعيد انبات تاني. صح. تمام. هيرد عليك حالا. هيرد عليك حالا يا وحيد. هو طبعا بالنسبه لموضوع الالتهاب ده وحيد، ده محتاج كشف طبعا، لان في انواع كتير جدا من الالتهابات وممكن تكون هي اللي متسببه تساقط الشعر، بمجرد انك انت تعالج الالتهاب يبقى القصه انتهت. لكن لو هو موضوع تساقط، هو بيسال على موضوع البلازما غنيه الصفائح، طبعا بتجيب نتائج حلوه جدا في الحالات التساقط لو تمام. لو هي مجرد تساقط بس يعني. تمام. احنا بجد اسعدنا جدا النهارده في حلقتنا، انا بجد معلومات مفيده جدا يا دكتور، ونتمنى يبقى في حلقات تانية ان شاء الله نتكلم فيها بتوسع عن نشافه الدهون وعن حقن الدهون تاني. اعزائي المشاهدين، كان معانا النهارده الدكتور وائل شاعر، استاذ جراحه التجميل بكليه الطب جامعه القاهره. اتمنى النهارده تكون حلقتنا عجبتكم، وانتظرونا في حلقه تانية جديده في برنامجكم عياده الصحه. نترككم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.